من هنا من ذلك المكان من أرض الطائف، الأرض التي جاء إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرض على أهلها الإسلام. وكان ذلك بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، التي كانت تطمئن النبي صلى الله عليه وسلم دائما بكل شيء. وبعد وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحق سبحانه وتعالى، بعد وفاتهما كان عام الحزن. ثم خرج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وجاء إلى هنا إلى ذلك المكان إلى أرض الطائف حتى يعرض عليهم الإسلام. فجاء رسول الله إلى الناس فعرض عليهم الرسالة، فقال له الأول: يا محمد، أما وجد الله إلا أنت حتى يرسله إلى الناس؟ وقال له الثاني: يا محمد، والله إن كنت نبيا فأنت أرفع من أن تكلمنا، وإن كنت كاذبا فنحن أرفع من أن نكلمك يا محمد. ثم قال له الثالث: يا محمد، والله لئن تعلقت في ستائر الكعبة ثم بعد ذلك أقسمت بأنك رسول من عند الله، والله ما صدقناك يا محمد. نقول ثانية: قال له الأول: يا محمد، أما وجد الله إلا أنت حتى يرسله إلى الناس؟ وقال له الثاني: يا محمد، والله إن كنت نبيا فأنت أرفع من أن تكلمنا، وإن كنت كاذبا فنحن أرفع من أن نكلمك. وقال له الثالث: يا محمد، والله لو تعلقت في ستائر الكعبة ثم أقسمت بأنك رسول من عند الله ما صدقناك يا محمد. بقي النبي في أرض الطائف 10 أيام، ثم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج من أرض الطائف. وقبل أن يخرج قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأناس الذي عرض عليهم الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبروا عني قريشا أنني قد جئت أستنصر بكم عليهم. قالوا له: يا محمد، وهذا أول ما نفعله، اذهب يا فلان وخذ فرسا فاذهب إلى قريش وقل لهم إن محمد بن عبد الله قد جاءنا يستنصر بنا عليكم يا معشر قريش. فخرج مباشرة وذهب إلى قريش وأخبرهم بما أراد أن يفعله النبي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لم تصدقوني وأخبرتم عني قريشا فدعوني أخرج سالما. قالوا: ولا تخرج سالما. فنادوا على سفهاءهم ونادوا على العبيد فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة والأنعال. النبي يسير في الطريق ومعه سيدنا زيد بن حارثة، وأهل الطائف يسيرون خلف رسول الله ويلقون النبي بالحجارة، يلقون النبي بالنعال. السفهاء والعبيد يفعلون ذلك مع من؟ مع رسول الله. قال سيدنا زيد بن حارثة: فدميت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وانجرح ظهر النبي صلى الله عليه وسلم من كسرة الحصى التي يلقى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يسير وسيدنا زيد بجواره. قال: فإذا بي أرفع نفسي فوق النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحميه. قال: تمنيت شيئا نستظل به ليس خوفا علي وإنما خوف على حبيبي رسول الله محمد. قال: فوجدنا بستان، هذا البستان، قال: فوجدنا بستان هو لشيبة وعتبة بن ربيعة. قال: فدخلت مع رسول الله وجلسنا، أي هنا في ذلك المكان وفي ذلك البستان. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال: فخشيت أن يدعو على أمته، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العالمين، أنت ربي ورب المستضعفين، يا ربي إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والدين أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، يا ربي لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم أنزل النبي صلى الله عليه وسلم يده. يقول سيدنا زيد بن حارثة: فجاءنا غلام صغير فأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه عنقود من العنب، فدخل على النبي فأعطاه ذلك العنقود، فأمسك النبي به وقال النبي بسم الله وبدأ يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الغلام اسمه عداس. فقال عداس: ما الذي تقوله يا رجل؟ قال: قلت بسم الله. قال: من علمك هذا الكلام؟ قال: علمني إياه ربي. قال: والله إنني أول مرة أسمع كلام مثل ما تقول.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال له: أنا عباس. قال: من أي البلاد أنت؟ قال له: أنا من نينوى. قال: إنها بلدة أخي يونس. قال: وما أدراك بيونس؟ قال: هو نبي وأنا نبي. فخر عباس يقبل يد النبي: فصلوا على النبي. قال: وما الذي أدراك بيونس؟ قال: هو نبي وأنا نبي. فخر عباس يقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها. فقال المشركون لعتبة وشيبة: انظر ماذا فعل محمد، قد أفسد ذلك الغلام. فجاء عباس إلى عتبة، قال له: ماذا صنعت مع محمد؟ ماذا فعلت مع محمد؟ قال لهما: والله هذا خير من وطئ الثرى، والله هذا خير من سار على وجه الأرض. قال: اذهب يا غلام، قد أفسدك محمد بسحره. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استراح هنا في ذلك البستان في أرض الطائف، وقام النبي وأكمل مسيرته. سار رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لما سار النبي نزل عليه سيدنا جبريل عليه السلام فدخل عليه وقال له: السلام عليك يا رسول الله. السلام يقرئك السلام ويقول لك: يا محمد، إن معي ملك الجبال ويأتي إليك يا رسول الله. فجاء ملك الجبال ووقف أمام النبي، قال: يا محمد، لئن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال النبي: لا، لعل الله يخرج من بين أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فصدق الحق في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكل ذلك كان من هنا من ذلك البستان، وكان من هنا من أرض الطائف.